الأولى هتكلم فيها عن ردود أفعال بعض وسائل الإعلام والبرامج الرياضية بعد تعادل النادي الأهلي خارج أرضه مع يانج أفريكانز التنزاني. شفت حد طالع يقول هو فين الأهلي؟ وحد تاني الأهلي بيصعب الأمور على نفسه يعني. وردود أفعال الحقيقة غريبة جدا. طيب هو محدش خد باله من نتائج بقية الفرق في هذه الجولة، الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات؟ يعني محدش خد باله إن سان داونز خسر؟ محدش خد باله إن الوداد خسر للمباراة الثانية على التوالي؟ محدش خد باله إن الترجي خسر؟ محدش خد باله إن النجم الساحلي خسر؟ وبما إننا في مصر فياريت بعض الناس تاخد بالها إن نادي بيراميدز خسر من فريق اسمه نوازيبو الموريتاني. طيب أتمنى إن حد في هذه البرامج ياخد باله من تصريحات رئيس الاتحاد الموريتاني بعد الماتش اللي هو كسبه فيه بيراميدز 2-0. واللي أنا فاكره، أنا اتفرجت على شوية، فريق الموريتاني كان مطرود منه لاعب يعني. فرئيس الاتحاد الموريتاني أحمد ولد يحيى عمل بيان ووجه فيه التهنئة للشعب الموريتاني وقال إن الفوز على فريق مصري يعتبر حلم. حتى هذه اللحظة، وعشان كده أنا بدأت الحلقة النهاردة بالكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، إن أنا بشوف مش أنا لوحدي، كثير أو عدد ليس بالقليل من جمهور النادي الأهلي شايف اللي أنا بقوله ده. أنا بقول كلام الناس واللي أنا شايفه فنيا بصراحة، إنه النادي الأهلي كويس في المباراة دي. أنا بتكلم على المباراة الأخيرة، مباراة يانج أفريكانز، عشان ما حدش يجي يقول لي أصل أنت بتطبل وأصل أنت مش عارف إيه والكلام اللي لا، أنا ما بطبلش. لما بيبقى فيه حاجة ننتقد فيها الأداء بننتقد. يعني هل اللي أنا بقوله ده مش حقيقة؟ إن إحنا ضيعنا 5 أهداف؟ هنا أقف مرة تانية، وكل شوية هأكرر هذا الكلام، هقول إن أنا عندي مشكلة في كيفية إحراز الأهداف. تمام، متفقين كلنا، وكل مرة وحسنا اتنبح في هذا الأمر. ولكن حتى هذه اللحظة الأهلي متصدر مجموعته. فارق وجهة نظري أن هناك عندنا بعض المشاكل أو القصور في بعض النقاط الفنية، وده طبيعي زيه زي أي فريق في العالم. لكن الأهلي ما خسرش يا جماعة، الأهلي فاز في المباراة الأولى وتعادل في الثانية خارج أرضه، وكان نقاب قوسين أو أدنى، وأضاع الفوز بأرجل مهاجميه. لكن احنا لما تيجي تبص على الفرقة، لا انت فريق واقف على رجلك وفريق جيد، بطل افريقيا، ما ينفعش ننسى هذا الامر. طيب على الجانب الاخر، شباب بلوزداد خسر من ميديا الغني في هذه المجموعة 2-1. الانتقادات حق مشروع للإعلام، ولكن لو سمحت ما تخالفش الواقع، شوف الصورة كاملة، ما تشوفش حتة السلبية فقط وتقف عند النواحي الإيجابية. مش عايز يعني، ما سمعتش حد بيقولك إن النادي الأهلي عمل في الشوط الثاني. ماشي أوكي، عمل في الشوط الثاني ماتش جامد جدا، وكان يستحق 4 أهداف و5 أهداف. إحنا عندنا مشكلة في والله أنا قعدت اتفرجت على هنا التحليل هنا والتحليل هنا والتحليل هنا، ما سمعتش حد بيقول هذا الكلام. فهناك بعض الآراء والله بتتكلم غلط. في ناس كتيرة خلال الفترة الأخيرة دي، أنا مش عارف ليه، بتتكلم غلط. غلط لأنه أنت بتتكلم في نواحي فنية كلنا أهلاوية كأهلاوية شايفينها، وشايفين إن هي قد تكون هناك، أو مش قد تكون، هناك بعض القصور في بعض النواحي، ولكن أنا عندي إيجابيات 1 2 3 4 5 6 أقدر أقولها. فأنا بستغرب جدا من هذا الأمر، ودايما أنا دايما لما باجي أتكلم بيبقى عندنا نواحي سلبية وواضحة، مش محتاج إن أنا أتكلم فيها ولا أنا ولا غيري، أو لو غيري ممكن يتكلم أوكي، ولكن ليه يا جماعة ما بنتكلمش على النواحي الإيجابية اللي موجودة في الفرقة؟ اللي نقدر نبني عليها في المباريات اللي جاية، وعندنا كأس عالم، وعندنا كأس سوبر مصري، وعندنا كأس النخبة، عندنا 3 4 حاجات ورا بعض كلها بطولات. أتمنى إن معرفش ليه هناك بحس ببعض الإحباط وعدم التفاؤل. لا، خلينا نبقى متفائلين لما هو قادم، عايزين نشوف إيه اللي جاي، ونقف مع بعض
ونقف ونؤازر كلنا. انا بتكلم هنا طبعا جمهور النادي الاهلي اللي شايف بيعمل اكتر من كده كمان، يعني هو احنا دايما المساند الاكبر بعد ربنا هو جمهور النادي الاهلي. اتمنى ان الناس تاخد بالها، حلل وقول او انتقد فنيا كيفما شئت، ولكن اذا كانت هناك بعض الامور الايجابيه فمن فضلك قول ان في بعض الامور الايجابيه حتى ولو فارق عن المباراه اللي قبلها يعني.